عروض أزياء وبيتخللوا المحاضرات تثقيفية صحية. عروض أزياء يومياً، عنا 3 عروض أزياء، ومثل ما قلت لك عم يتخللون هي المحاضرات لكل شيء بخص التغذية والجمال والجراحة التجميلية والترميمية، كل شيء بخص الجمال، كل شيء بخص الأنوثة هن معنا اليوم اليوم وبكرة وبعد بكرة حيكونوا معنا ضمن الإيفنت. هلأ كتير مهم بوقتنا الحالي نحن نرجع ننشط هاي الفعاليات وهي الأحداث وهي القصص ضمن الأزمة اللي مرت فيها سوريا، لحتى يرجع التفاؤل، ترجع السعادة للناس. هيدا العرض الأزياء حبينا فيه نضوي على جمال، على العروس كيف بتحب، مثل ما بنعرف كلنا إنه نحن فايتين على موسم الأعراس. أول شيء فريق العمل عنا هو فريق متكامل، هو حدا خبرة بالجمال وبالموضة، فحب ينقي هيدا الشيء اللي عم تشوفوه جوا الفاشن شو للعروس، لنعرف البنت وقتها بدها تفوت تختار فستانة، هي رح تشوف الموضة الكاملة، رح تشوف من فستان لشعر لميك أب، يعني رح تقدر تعرف هي كيف تقدر تكون. هي أول شيء كرمال العروس، كرمال السهرة، كرمال الشمينة، كرمال الأم. فحبينا نفرجي الفاشن شو بهالصورة الحلوة، حبينا نضوي على الديزاينر السوري قدي هو حدا مهم وقدي عم يعطي وقدي عنده رؤية وعنده جمال، فيك تقولي عم يرسمه لوحات، هذا الشيء اللي رح نشوفه جوا. قدمت اليوم بهذا العرض هو مجموعة من أعمال فريد أبو دراع للسهرات والأعراس تبع 2017. مجموعة كانت متنوعة بين التياب السهرة النظامي وتياب سبور شيك والبريتا بورتي دولوكس مع الأعراس. طبعا هاي المرة أول مرة من نحن دائما بننزل بعروضنا فستان عرس، نزلنا 4 فساتين. مقدمين بهالكوليكشن 18 فستان، من بيناتهم 4 أبيض والباقي ملون مع بدلات. أكيد أهمية المشاركة كانتشار أكبر وأوسع. احنا أخذنا من الطبيعة، بما أنه احنا هلأ بجو ربيع فأخذنا بألوان الطبيعة، أخذنا من ألوان اللون الرماني، زهرة الرمان تماما أنا اشتغلت عليها، هي الافتتاحية عندي مني بهذا الترتيب، واشتغلنا على موضوع ألوان الفراشات، تناسق ألوان الفراشات.